جزاكم بالخير والمسرات. لنتابع مشاهدينا الكرام منافسات وتحديات هذه الفتاة الصباحية المخصصة لسن الكبار المخصصة للحيل والزمول من مسافة 6 كيلومترات في انطلاقات مستمرة على أرضية ميدان التحدي في تحديات لشعارات أبناء القبائل في الأشواط العامة. لنتابع مسيرة شوطنا السادس المليء بالحماس والقوة بحضور الأسماء القوية المشاركة التي نتابعها حاضرة منطلقة متواجدة على أرضية هذا الميدان. لنبدأ بالنداء والإذاعة الأسماء الخمسة الأولى لنتابع مسيرة المركز الأول. لنرى الذيب من يتقدم ويحضر بالمركز الأول. تعود الملكية لعبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني من يتقدم شعاره وينطلق ببداية هذا الانطلاق. المركز الثاني نتابع مشاهدينا الكرام والحضور من قبل ثاني الأسماء. ليتواجد نواف. تعود ملكيته لعلي بن متلع بن مسلي العتيبي. والمركز الثالث نرى الختال الذي تعود ملكيته لخالد بن حمد بن صالح العبده المري. وأيضا نواصل النداء مع المركز الرابع لنتابع مسيرة المركز الرابع صفوان. تعود ملكيته ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. والمركز الخامس نرى مشاهدينا الأعزاء تواجد من قبل مبلش سالم بن زيد بن نديلة المري. هذه الأسماء الخمسة الأولى المنطلقة والمتواجدة بهذه المسيرة وهذه التحديات التي نشاهدها الحاضرة والمتواجدة على أرضية ميدان الشحانية في منافسات مستمرة في تحديات حاضرة بانطلاقات مستمرة ومتواصلة على أرضية هذا الميدان. لنعود بحضراتكم إلى المركز الأول لنتابع الذيب من بدأ ينطلق وينفرد بالصدارة ليكون حاضرا بالريادة صانعا الفارق ما بينه وما بين الأسماء بانطلاقة المركز الأول. تعود ملكية الذيب لعبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني على المركز الأول. ومع بداية هذا الانطلاق المركز الثاني الحضور من قبل الختال على المركز الثاني من بدأ يتختل ويواصل ليبدأ بالانطلاق مع المركز الثاني ويحمل لنا شعار بن عبدة الذي يتواجد على المرتبة الثانية. تعود ملكية الختال لخالد بن حمد بن صالح القفراني المري. والنقل إلى المركز الثاني أو الثالث لنرى نواف يحضر بانطلاقته يتقدم بشعار علي بن متلع بن مسلي العتيبي على المرتبة الثالثة. يحمل الرقم 3 ليكون حاضرا بالمركز الثالث. المركز الرابع نتابع القدوم بهذه اللحظات من وصل وتقدم لأول نداء أم قادر وعبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين. يتواجد شعاره بالانطلاق مع المركز الرابع ليتابع مسيرة هذا الشعار بالتحديات والمنافسات بالانطلاقات القوية كما اعتادوا جماهير الأصالة من هذا الشعار الحضور المشرف دائما وأبدا. المركز الخامس الذي يحضر ويتسلل مبلش إلى المركز الرابع بانطلاقته. تعود ملكية لسالم بن زيد بن راشد بن نديله المري من يقدم لنا سلالة وماركة ببلش التي تحضر وتتقدم رافقة للشعار بن نديله مع المركز الرابع ومع رابع التحديات ليكون بهذه اللحظات على المركز الخامس شعار بن سالمين مع تواجد مقادر بالمركز الخامس. هذه الأسماء وهذا هو النداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة. وخلف الخمس نرى مشاهدينا الكرام بهذه اللحظات الرصد في الكادر الأسفل ولقطة جميلة للشعارات الحاضرة المتواجدة خلف دائرة الأسماء الخمسة الأولى المذاعة بهذه المسيرة وبهذه التحديات. لنرى هذه الأسماء
التي تواجدت ولم يكن لها التواجد في دائرة الأسماء المذاعة سوف يكون لها الحضور، سوف يكون لها التنافس بالانطلاقات الجميلة. هنالك نعود إلى المركز الأول، إلى الذيب الحاضر بالمركز الأول، إلى الذيب، وهنالك المتواجد بهذه اللحظات شعار الشهواني مقدما لنا الذيب الذي بدا يكشر بأنيابه منطلقا منفردا حاضرا بتحدياته بالمركز الاول. تعود ملكية العبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني على المركز الاول. المركز الثاني القادم الختال خالد بن حمد بن صالح العبد المري على المركز الثاني. المركز الثالث نواف علي بن متلع بن مسلي العتيبي على المركز الثالث بهذه اللحظات. المركز الرابع يتقدم مشاهدينا الكرام مبلش هنالك على المركز الرابع بشعار سالب الزيد بن ديلة المري، والمركز الخامس يصل شعار الصحاق لأول ندى ليكون الوصول من قبل الفاتن سالم بن علي بن متعب الصحاق المري على المركز الخامس. إذا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات بدأت تتغالص الأمتار، تجاوزنا لافتة 1500 متر، بدأت ترتفع درجة حرارة هذا الشوط ليرتفع المستوى الفني بتقارب الشعارات، بالتحام الشعارات، باقترابنا إلى الناموس وإلى التتويج، لنعود بحضراتكم إلى الصدارة، إلى القيادة وإلى المركز الأول، لنرى على مقدمة هذا الشوط الحضور من قبل الذيب عبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني. شعار يتواجد على المركز الأول بهذه الانطلاقة وبهذا الحضور بالبداية والانطلاق الأول، لكن الختال راقبوا تختلات الختال الذي بدأ يتخيل ملاذ طعم الناموس في انطلاقته، يحمل الرقم واحد، بدأ يسير ليكون حاضرا بالمركز الأول، لينطلق بالصدارة والقيادة، ليحضر بشعار ناصر بن صالح العبدة على المركز الأول. ومع بداية هذا الانطلاق المركز الثاني الحاضر مشاهدينا الكرام والمنطلق الفاتن على المركز الثاني ليتواجد بهذه المسيرة والتحدي الكبير بشعار سالب بن علي بن متعب الصحاق المري المركز الثالث. مبلش الحاضر بالمركز الثالث سالم بن زيد بن نديلة المري، شعار يحضر ليتسلل الى المركز الثاني. المركز الرابع القدوم بهذه اللحظات والوصول من قبل شايب محمد بن صالح القمرة بهذه اللحظات. المركز الخامس الشامخ لعبد الله بن راشد بن محمد الزبداني، لكن إلى البداية إلى المركز الأول مبلش لكن المركز الأول خطف من قبل شايم على المركز الأول. شايم بشعار القمرة يتواجد بالمركز الأول. بن نديلة شعار يحضر في المركز الثاني، الصعاق شعار على المركز الثالث، لكن القمرة والشعار مختطفا الناموس مقدما لنا شايم. تهانينا والناموس لمالك شايم محمد بن صالح القمرة على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني مبلش لسالب الزيد بن ديال. المركز الثالث كان الوصول الفاتن لسالب بن علي بن متعب الصحاق. المركز الرابع وصل الشامخ لعبد الله بن راشد بن محمد الزبداني المري، والمركز الخامس الختال لخالد بن حمد بن صالح العبدة. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء تابعنا المنافسة التي حضرت في مسيرة وانطلاقة هذا الشوط الذي انقضى قبل لحظات، شوطنا السادس شاهدنا به المنافسة حتى خط النهاية، وكان الحضور بشعار القمرة من خطف الناموس.
هذه لحظة وصول إلى خط النهاية بتوقيت زمني وغادرة 9:51 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن صالح بن حمد القمرة على هذا الفوز المستحق لشايم من خطف الناموس. المركز الثاني وصل مبلش توقيت الزمن 9:52:23 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن زيد بن راشد بن انديلة. والمركز الثالث وصل الفاتن 9:52:99 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن علي الصعاق.